على فكرة الحامل اللي انت منزلها دي خطر جدا تلعب بالشكل ده. خطر تلعب بالشكل ده؟ ما وليد سليمان لعب ماتش الترجي وهو بالشكل ده. لعب ماتش الترجي وهو حامل؟ لا وهو متحامل على نفسه على الإصابة بتاعته. يا جماعة احنا أزمتنا أزمة ثقة. نديهم الثقة هيدونا اللي احنا عايزينه. الحامل اللي مش عاجباك دي يا بيه أقسم بالله بتعمل صينية بطاطس بالفراخ ما هتاكلها في حتة. إبراهيم نعوض نعوض نلم ونعوض. نعوض على الله. ايه يا بطة؟ في ايه؟ بتزيل الدنيا كده؟ بطة اظبطي نفسك، ايدك بتترعش على الكورة. بقول لك ايه ابعد عني. بعيد بعيد. ايه يا بطة يا حنش؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ هوريك نسيت نفسي ولا ايه؟ انت مين انت؟ فين ايه؟ بطة انت مش عارف انت بتكلمني. انت مين؟ انا المدرب يا بطة. مدرب يا وشك فرع علينا عقد. طب خلاص خلاص يا بطة تعالي اقعدي ريحي وانا هنزل مكاني. لا يا حبيبتي ما عندناش بلد تنزل بالليل. طب نحب نغير لك الشبشب ده بجزمه عشان تعرفي تلعبي كويس. هو الشبشب تعبك في حاجه؟ لا العفو يا بطة خلاص. في ايه بالظبط؟ خلاص اتفضلي انزلي. هتقعدي تتريقي علينا؟ خلاص اتفضلي انزلي. خلاص على الله التسهيل. يلا يا بطة. البت دي زنانه مسمار، كرهتني في الاطفال. لا يا جماعه والله دي مش زنانه خالص. امال ايه اللي خلاك تجيبها؟ قعدت تزن عليا قرفت اهلي. ابلوكه والنبي يا ابلوكه امسكها مره. ابعدوا بقى كده. بت يا روكا امشي عدل وبطلي مياع. طب عايزه طب امسكها طب. الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب الصحيح ما يكونش فتح التلفزيون بيتفرج على الماتش.